السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم فراس أبو النجا من مؤسسة كاسية فلسطين في غزة، أعبر عن خالص امتنان أهل هذه المنطقة ومصلي المسجد لمؤسسة دار السلام على الصدقات والتبرعات التي أرسلتها لبناء مسجد استقلال إندونيسيا في غزة بفلسطين. الحمد لله رب العالمين، فإن بناء مسجد استقلال إندونيسيا دخل الآن المرحلة الثانية، وهذا الأمر قد أسعدنا كثيرا، ونأمل منكم أن يكتب الله الخير على أيديكم لتكملوا بناء هذا الصرح الإسلامي الكبير في أرض فلسطين المباركة، فاستمروا في دعم هذا المشروع تقربا لله عز وجل، وهذا باب من أبواب الخير قد فتح لكم، خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، ونسأل الله أن يتقبل منكم صدقاتكم ويبني لكم قصورا في الجنة جزاء وفاقا. آمين آمين يا رب العالمين.